امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ18 لقادة مجموعة الـ20، وأكد سيادته على أهمية تعزيز قدرات القارة الإفريقية على الإسهام في المنظومة العالمية سياسيا واقتصاديا من أجل تحقيق الاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات العالمية. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء طبعا التشغيل التجريبي للمتحف. كمان تابع الموقف التنفيذي الحالي ومستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف ومنطقة الأهرامات. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ18 لقادة مجموعة الـ20. وتوجه الرئيس السيسي في كلمته لرئيس وزراء الهند بالشكر على حفاوة الاستقبال، معرباً عن تقديره للجهد الذي بذلته في رئاسة مجموعة الـ20 والذي يتوج باستضافة الهند للقمة، متطلعاً لأن تخرج برسالة قوية ترتقي لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا كقادة لتحقيق أمال شعوبنا. وقال الرئيس السيسي إنه في إطار تشرفي بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد، فلقد وضعنا بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة أهدافاً محددة لدعم دولنا تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة والاتصالات وتأمين الغذاء، وأيضاً معالجة أزمة ديون القارة، حيث إن كل ذلك يعزز من قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية سياسياً واقتصادياً من أجل تحقيق الاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات العالمية. ولا يفوتني في هذا السياق أن أثمن تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة الـ20. وامبارح شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة اللي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة الـ20، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وفرنسا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الإفريقي. ده بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وشهدت القمة تباحثاً معمقاً بشأن الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على قضية الأمن الغذائي، وأشار الرئيس السيسي إلى أن احتواء تحديات أزمة الغذاء المتنامية بشكل خاص في القارة الإفريقية بيستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأعرب الجانبين عن التقدير المتبادل لتميز العلاقات المصرية الأوروبية، مع تأكيد الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة الاستراتيجية التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي ومكان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخ من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. شهد اللقاء تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء في ضوء الروابط المتشعبة اللي بتجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة اللي بتواجههما على ضفتي المتوسط، وحرص كل طرف على تعزيز هذه العلاقات وأطر التعاون على مختلف الأصعدة التي يشهدها التعاون المؤسسي المشترك سياسياً واقتصادياً وتنموياً. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء التشغيل التجريبي للمتحف، وكمان الموقف التنفيذي الحالي ومستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة ومنطقة الأهرامات. وأكد رئيس الوزراء إن هناك حرص كبير على متابعة سير العمل بالمتحف المصري الكبير في ضوء الاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة لتعكس من ناحيتي الشكل والمضمون عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وأيضاً القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. امبارح برضو قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات، واستمع رئيس الوزراء لشرح حول ما يتضمنه مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة من مركز لخدمة السائحين ودورات مياه فندقية وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلاً من الورقية وقاعة سينما ومركز طبي وعربات جولف وأتوبيسات نقل كهربائية لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين.
ده بالإضافة لوجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة. وامبارح وعقب جولته بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق اللي بيأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة. أيضاً تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف، واللي تم الانتهاء منها بنسبة 82% تمهيداً لافتتاح المتحف المصري الكبير. أما بالنسبة للأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، ففي مجموعة كبيرة من الأحداث. في أسوان مثلا تم إطلاق مبادرة الشمول المالي للفلاح بقرية غرب أسوان. في المنوفية تم تنظيم 31 نشاط ثقافي وفني للارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين. أما في الشرقية تم بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه العدوى، واللي تم إنشائها بتكلفة إجمالية بتصل ل 60 مليون جنيه. أما في الوادي الجديد ففي استعدادات مكثفة لتنظيم ملتقى التمور الثالث. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. فأسوان شهدت قرية غرب أسوان إطلاق مبادرة الشمول المالي للفلاح، وده بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من المنتجات والخدمات والتسهيلات البنكية لإدارة شؤونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي. في المنوفية أعلنت الإدارة العامة لثقافة المنوفية تنفيذ 31 نشاط ثقافي وفني متنوع بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر سبتمبر، ده بجانب تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لكل الفعاليات الثقافية بهدف الارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين. في الفيوم أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم سحب وتحليل 35,841 عينة مياه شرب وصرف صحي وصرف صناعي خلال شهر أغسطس 2023 للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لضمان حصول كل مواطن على كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية، مع وضع الإجراءات التصحيحية في حالة الخروج عن الحد المسموح. في الشرقية شهدت المحافظة بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوى التابعة لرئاسة مركز ومدينة هاهية، المقامة على مساحة 1436 متر بطاقة استيعابية 10,000 متر مكعب في اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه لتساهم وبشكل كبير في توفير مياه نظيفة لأهالي القرية والقرى المجاورة لها. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة استعدادها لتنفيذ الملتقى التسويقي للتمور الثالث اللي بينطلق في أكتوبر المقبل لمدة 3 أيام بمركز الخرجة، بحضور بعض الوزراء وسفراء الدول العربية والأوروبية والمستثمرين المهتمين بمحصول التمور، وأيضاً بعض الشركات الكبرى والمنتجين والمصدرين وأصحاب المصانع، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي 64. في جامعة سوهاج تم الإعلان عن بدء الدراسة ببرنامجي اللغتين الإنجليزية والفرنسية والترجمة التركية والفارسية بمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024.